بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناتكم قناة بنوراما للأعمال الخشبية ومقطع جديد ان شاء الله معنا يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك للمقطع يا جماعه لان اللايك زي ما حضراتكم عارفين بيدعم الفيديو وبيخليه ينتشر يعني واللي ما اشتركش لسه برضو يشارك ان شاء الله وشرفنا بالاشتراك في القناه. احنا قلنا نعرض لحضراتكم الركنه ثاني ونرفعها ثاني على القناه لان الصوره اللي فاتت ناس كتير قالت ان الصوره مش واضحه لان المكان طبعا في الشقق بيبقى ضيق فقلنا نصورها لحضراتكم من من الورشه من المكان كان معانا صوره طبعا قبل ما من نسلمها فقلنا نرفعها الركن ما شاء الله عليها الوانها جميله جدا ده الظهر زي ما حضراتكم شايفين نفس القماش معمول نفس القماش ومتخيط ما مش باين اي دبوس ولا اي موضع لل... لايد المنجد طبعا المنجد ما شاء الله تسلم ايده دي المربعات اللي قلنا لحضراتكم عليها بتدي شكل للشلته وبتخلي الشكل الشلته جميل جدا دي الركن دي المخده لها طبعا زرار في النص علشان تشد الفايبر ما ينفشي طبعا كل الشلة اللي في الظهر ده حضراتكم عارفين ان هي فايبر فايبر طبيعي مش اسفنج مفروم طبعا بتبان وبتتعرف من من الاستخدام يعني ان كانت اسفنج مفروم او فايبر الفايبر طبعا بيبقى اريح للظهر وامتن يعني ما شاء الله الدوران ما شاء الله من ورا اهون محكوم جدا على المكان اذا ما حضراتكم شايفين الظهر مش باين في اي موضع للدبابيس او مسامير او اي شيء الترابيزه شكلها جميل جدا لونها بسيط وجميل وطبعا المنظر الطبيعي اللي متثبت على على الازاز يعني حضراتكم احنا الترابيزه دي احنا عاملين عليها ازاز مش ده مش مش منظر مرسوم على الخشب لا دون ده منظر طبيعي زي ما حضراتكم شايفين اهو طابعينه نظام طباعه كمبيوتر على الازاز وطابعينه كمان بمنظر طبيعي يناسب لون الركنه يعني واخدين منظر طبيعي فيه موف برضو عشان يناسب الركنه طبعا دي المخدات الصغيره غير الشلت اللي في الظهر الشلت اللي في الظهر شيء والتكيات او المخدات الصغيره دي شيء تاني طبعا الترابيزه مثبت عليها الازاز بمسمارين نيكل علشان ما تحركش او اي شيء يا ريت رايكم في التعليقات وما تنسوش تعملوا لايك ان شاء الله